تعثر يعرفه مشروع إنجاز 8 مراكز لاستقبال الأشخاص المسنين بالدار البيضاء. مجلس البيضاء أبرم اتفاقية مع مجلس العمالة وباقي المقاطعات الجماعية لإنجاز هذه المراكز بمساهمة من اللجنة الجهوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية. المشروع أرصد من أجل إنجاز أزيد من 20 مليون درهم من أصل 60 مليون درهم كميزانية لإنجاز المشروع في المقاطعات 16 بالمدينة. مزيدا من التفاصيل في هذا الروبورتاج من أعداد حمزة سعود ورضا خليل. بعد سنوات من العمل وبلوغ السبعينيات لم يجد هذا المسن سوى مؤسسة أمل للأعمال الاجتماعية في غياب شبه تام لمراكز رعاية المسنين بالعاصمة الاقتصادية. مشروع إنجاز 8 مراكز لاستقبال الأشخاص المسنين يعرف تعثرا بالمقاطعات 16 بالمدينة ونسبة إنجازه لم تتجاوز بعد 5%. المشروع رصدت من أجل إنجازه أزيد من 60 مليون درهم وبلغت حصة جماعة البيضاء منها 20 مليون درهم. وفي ظل الخصاص وغياب البديل فتحت هذه المؤسسة أبوابها أمام العشرات من المسنين في انتظار إنجاز المشروع. تيكون تكفل طبي حتى بالنسبة للنوعية ديال الأكل، متابعة طبية تمريضية وخدمات بالنسبة للترويض الطبي بالنسبة لطب الأسنان حتى المتابعة الشاملة باش تبقى الصحة ديالهم في ستابل. الحمد لله هذا من منذ التدشين ديالهم من طرف سيدنا الله ينصره في 31 أكتوبر 2014 الحمد لله بقينا محافظين على نفس الخدمات اللي توجيهات ديال سيدنا الله ينصره باش تهلاو فيهم. وحتى تنستقبلوا بعض الحالات من الشارع اللي تكون عندهم أمراض مزمنة وهذا اللهم لك الحمد. الطاقة الاستيعابية راه غادا في التزايد. هذا النموذج اللي الحمد لله دابا نجح لمدة تقريبا 6 سنوات فكان بالأحرى أنه يشمل المنطقة ديال الدار البيضاء والجهة ديال الدار البيضاء. هذا ماشي واعر ماشي صعيب باش الناس ما نخليهمش عرضة للشارع عرضة للإهمال تيجي. وحنا عارفين المسن صعيب ليه أنه يدوز يتلقى الخدمات بسهولة بالنسبة للمستشفيات بالنسبة للإدارات وهذا. فهنا الحمد لله نقدم له كل عناية على قدر المستطاع. المشروع المتعثر يفاقم أوضاع مئات المسنين بالعاصمة الاقتصادية بسبب الخصاص الكبير في دور الرعاية الصحية ومراكز استقبال الأشخاص المسنين. شركاء مجلس البيضاء في إنجاز هذه المراكز وزارة التضامن واللجنة الجهوية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إلا أن هذا التعثر يرفع من عدد المقبلين على دور الرعاية هاته على قلتها بالدار البيضاء. كنت إمام في واحد المجال حساب وزارة الأوقاف كان ضربني السكر في هذا الرجل هادي حقوت براط وبقات شي ايامات ما لقيتش اللي يضرب ليا لا نسولني وداك الشيء هو ضربني ثاني في هذا الرجل محيده ليا هادي. المهم مشيت كنت في السطات جاو شي ناس من شو يقول من وزاره الاوقاف زاروني تما قالني نديك لواحد الجمعيه قلت واخا الله يرحم والديك. واحد النهار حتى جاو هزوني في هذيك لابيلاس وجابوني لهنا. بقيت هنا شي عام وخمس شهور درك بقيت هنايا كيضربوا لي الانسولين قلبوا لي الطانسيون قلبوا لي السكر والماكله وداك الشيء راه عطا الله الخير واللبس توا عطا الله الخير. لا الحمد لله انا احسن كنت برا ما كاين حتى حاجه هنا احسن الحمد لله ولله الحمد. وتعرف العاصمة الاقتصادية خصاصا في مراكز الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة إلى جانب مراكز معالجة الإدمان، فيما يضع تعثر هذه المشاريع هذه الفئات من المجتمع في أوضاع اجتماعية صعبة تزيد من احتمال تعرضهم للاعتداءات والتشرد وسوء التغذية.